الدنيا الصقلية خذ في الحق. الافلام اذا حمضون هذا حميد مات حميد يموت ولا يقعد كنا غنموتو. بسم الله الرحمن الرحيم. اش كدوي بوحدك اوليدي؟ وما التلفازه هذه التلفازه راه التليكوموند. كيفاش راه التليكوموند؟ كنخلصوش حنا الضو او شادين التلفازه حق هذاك الموضوع ديال بنت خالتك. اش درتي فيه؟ عاوتاني نفس الموال عاوتاني نفس اللقطه. اه انتي مالك؟ هذيك السيده ما غنتزوجش بها. على خويا تلقى احسن منها، خدمتها بدراعها نقيه وكتشقى وبنت الناس، ويلاه تولد ولادك ما حد يحيي نشوفهم ونهزهم بيدي ونربيهم لك. شوف الوالده يكون بدراعها تكون بنيفها تكون فمها تكون برجلها ما عنديش مشكل. انا هذيك السيده ما غنتزوج بها، انا باغي ندير تحديد النزل ولا ما عرفتش كيفاش يقولوا لها تحديد النزل. وتحسين الانسلام امشي لسانك وانت ما قلتهاش مقدده وتحسين النزل. ايه حقق شي دابا صافي قديتي يعني زيد. والوالده انا راه باغي شي وحده قوقه، شي وحده برقوقه، شي وحده بيضه مسلوقه. الله يا ربي على الله يدي. وهذيك واش عاد تجفف البيضه مسلوقه؟ صعب تجفف لك وطيب لك وتعجن لك. انا ما باغاش تجفف. اش دير؟ ما دير والو، تبقى باركه تشوف فيها حتى البيضه مسلوقه تبقى تحنطز فيها بحال داكشي. بحال داكشي. واخر مره بقيت جبدي ليا بهذا الموضوع هذا ديال غاتجفف انت. سكتي. انا ساكته. اسير الخبار جيبوها للاخر. انا سير بيضه مسلوقه. ماتش موال البارح اصاحبي. ويا ماتش ناشف ويا صاحبي ناري. تناري شكون جاي يا صاحبي؟ راه يومين لغوات امو اصاحبي. ويلي مالو مع امو؟ ويا انا ما سمعتش امو باغا تزوجو. ويلي لا باغا تزوجو 2022 هادو باقا باغا تزوجو امو. ويا راه بنت عم مو باغا تجوز على ولد واحد المحال ورتاتو ولا شي لعيب، ولكن اخويا راه ما عندهاش حق في السيب الروز ولا من الاخ. فين ولد امو؟ الدراري واش غتبقاو ديما مطلعين عليا؟ راه اللي فيه كفينا الدراري، خليونا نمشيو في حالاتنا. الله يرحم لكم والديك. واش كاملين عارفين اني غتجوزني امي؟ درتوني انا الطرطور في هاد البلاد هادي. فوق والقى عطاك العلاوي. شيني دخلت اخويا من الخدمه. ها نجي شوف غير ندخل نبدل حوايجي نضرب واحد التدويشه ونتلاقاو في القهوه اللي كنتلاقاو فيها ديما. صافي يلا سير اخويا عصام. هاي
واش تكوسير اصاحبي البارح اصاحبي ديك الضربه اصاحبي ما ضربنا ما والو اصاحبي انت سيتا كنقول لك قرب حدا التمر عود من الناس غادي تشوف سيرا صاحبي عارفين عليك اصاحبي الشانطي كتخويها اصاحبي وانت قرب ليا حدا البياسه غنعجبك انا لكا يلا بين لي انا نشوفو ثاني انا جايه ويلا كنخرج جوج دقائق باش نوصل عندك دري لي حاله صافي حيدي حيدي انا جاي ديما صاحبتي هذه دايره ليا الحال فهمتي وما بين لي صافي نقول لك خطافي في الطوطافي يا صاحبي راك عارف صافي راهي واحد الخطنه يديزه قال لي حطك في الصاك ابرك لا مطي لا مطي ويلا طلع يلا طلع يلا طلع يلا فار شفار ود الحرام الدنيا الصاك الله ياخذ فيه الحق شكون دخولي لاصق انا في الرويضة صاحبي تطلع لي الساك اصاحبي راهو لاقات الناس صاحبي تطلع لي الساك وين عباد الله داو لي الساك فين الفلوس وفين وراقي عارفين كي غادي ندير دابا منين غنجيب هذوك الوراق كيفاش ندير نعاودهم اوكي اختي ساكي الله يحفظك الوالدين ديالك ربي ينسر الخير ديالك كي موقفتي معايا الله يوقف معاك طاكسي شكرا واش يا عطينا النمره واش ناري ركبت في طاكسي تبارك الله زوينه الدري هذه ما عرفتش فين غنتلاقى معها عاوتاني هاد اللحظه هذه ما عمرها ما تنسى ليا فين غنلقاها مالك عاوتاني مالك يتمشك ساهي وقلب بنت خالتك وخليني تنفكر فيها انا شكون هي هادي ماشي شغلك بنت خالتك ياك فرحني فرحني شدرت تاجا بنت خالتي هادي اللي خرجت لينا فهاد البلان هادي ما كيفاش ما نهضرش مع اختي على حساب بنتها وراه غنمشيو نخطبوها السيمانه الجايه تدغيا مشيتي خطبتي اه خطبنا السيده مشي نهضرش مع امها واش شي شويه لاباس شي هضري مع امها ولا هضري مع باها انت شويه المريضه لا اه صافي تسطيت انا صافي طلعشيت مني بغيت نجوجك وصافي دابا ملي خطبتي وتزوجي بهادشي تزوج بينا كيفاش تزوجي بينا واش نقول لك جوج كلمات تسمعهم مني وقاص احسن كذاب ها الساخ تهضر ردع لما خديتيش بنت خالتك ما تعرفني ما نعرفك وهاد الدار قلب عليها سيري انا قلت لك وكنعاودها سيرينا سيري كلامي حاج الدور بيا ثاني الله يحشمهم عليك امي باغا تزوجيني صحه دابا هادو واش ندير لهم وانا نمشي نبيعهم في البار ولا كيفاش واش اخويا لا صاحبي راك عارف الويكاند ديالي كنبغي نخرج صاحبي للجرده نشم الهواء شويه صاحبي حيدو ستريس شويه الله خويا خويا عافاك واحد دقيقه الله يحفظك بلاش بلاش واحد دقيقه ها ما خويا السلام عليكم بخير بخير لاباس عليك الحمد لله الله يحفظك خويا طلبك واحد الطلب الله يرحم لك الوالدين مرحبا خويا راه تشوفني فين انت الناس الله يحفظك انا شي حاجه بغيت ناكل اخويا فيه الجوع انت صاحبي تبارك الله بصحيحتك اصاحبي علاش ما تمشيش تخدم تقلب على شي خدمه خويا راه عندي الدبلومات اخويا ايه ولكن اخويا راه طبش اخويا بالدوران راسك باطي في حفيته اخويا ايوا كيفاش وقع لك شي وليتي لهاد الحاله صح واخويا الوالده بغات تجوزني بواحد بنت الناس ولكن انا ما تنبغيهاش اخويا قالت لك عندها شي محل ولا ما عرفت شنو خويا انا ما تنبغيش نتزوج بشي وحده ما تنبغيهاش اذا كاينه شي وحده اخرى كتبغيها خويا حاليا راه ما كاين حتى وحده ولكن اخويا راه ما كرهتش حتى نتلاقى مع شي بنت الناس نبغيها وتبغيني فهمتي دابا العصر الانترنيت اصاحبي راه ساهل تقدر هي اللي تبغيك وتبغيها صح وحاليا كاين واحد التطبيق سميتو هالامي يقدر يساعدك تلقى فيه شي بنت الناس وراه فيه اكثر من مليون مستخدم جواز عبر الانترنيت واش بصح لا 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 شي ما يدخلش لي الراس
لا لا راك غلط اخويا، انا رجع اصحابي جوجو منه، وانا عارفك تامن بالقضاء، ولكن الا ما درتيش مجهود ما عمرك تلقى البنت اللي بغيتي انت. اها ولينا فريد حنا لقينا الدريه دي في التطبيق، فين هي الخدمه؟ ماشي مشكل يا سيدي، انا رحت عندي واحد الشركه، اجيب لي الدبلومات ديالك وغنشوف لك شي خدمه. والكارت فيزيت ديالي راه فيها النمره والعنوان ديال الدار ديالي. شوف فكر مزيان في داك التطبيق اللي قلت لك، راه يقدر يحل لك المشكل ديالك. لا لا راك غلط اخويا، انا رجع اصحابي جوجو مني. انظر اخويا شويه بك ما كاين باس. خويا زكريا انا فكرت في داك التطبيق هالامي اللي قلت ليا، وجيت دابا باش توريني كيفاش غنشتغل به. ومزيان راه ليا التليفون ديالك. هاك اخو دابا خويا شويه عرفتي اش غنديرو؟ غندخلو نديليشارجيو من بلاي ستور ولا اب ستور. فهمتيني؟ وغادي نوريك ابليكاسيون كيفاش كتخدم. الله يحفظك ليا، شو ساهل في الخدمه ديالو هاد التطبيق بحال جميع التطبيقات ساهل. ها هو دابا تيليشارج اجي حدايا باش نفهمك التطبيق كيفاش كيخدم. يا اخويا شعيب هذه هي الواجهه ديال التطبيق هالامي، فيه 100 مليون عربي وحاليا فيه اكثر من 100,000 متصل. تبارك الله هادشي كامل فيه. بقى ماشي والو اخويا شعيب، فيه غرف الدرداشه يمكن لك تواصل مع بزاف ديال البنات وبزاف ديال الاولاد، وفيه حتى غرف الالعاب يمكن لك تلعب وتواصل مع نفس الشخص في نفس الوقت، ويمكن لك تنشر فيه اليوميات ديالك بحال لي ستوري تصاور باش يعرفوا على الشخصيه ديالك اكثر. فهمتيني دابا؟ كيف قلت لك من قبل كاين غرف الدرداشه يمكن لك تعرف على شي بنت وتقدر تكون من النصيب ديالك. ولكن اخويا زكريا باش عرفت انا بان هادشي ما كاين فيه الا النصب الاول، وباش عرفت هادي اللي غنهضر مع ولادي اللي غنهضر معاها واش بصح دري ولا دريه ولا شي حاجه؟ باش عرفت انا نوريك. هنا كندخلوا التوثيق الصوتي، وهاد التوثيق الصوتي يمكن لينا نوثقوا صوتنا واش بنت ولا ولد. ومثلا دابا انا غنوثق صوتي، انا زكريا من المغرب، ودابا انا وثقت صوتي. ما عندك مناش تخاف، الا كنتي كدوي مع ولد راه كدوي مع ولد، الا كنتي كدوي مع بنت راه كدوي مع بنت. شكرا اخو زكريا والله يكبر بيك وشكرا على هادشي اللي درتي. كاين حتى شي مشكل. الله يجازيك بخير اخو. هنا دابا التطبيق يقدر يحل لك المشكل ديالك. الله يحفظك ان شاء الله. صافي ان شاء الله. شكرا صافي. بارك الله فيك. الله يعاونك. شي بلاصه الدرداشه درت شو شويه لو غتطلع شي حوريه. اي اما الحوريه جا مشتي الوليده بغات تزوج لي بوحده كفره في الغيس نهضروا مع هادي صيفطوا لها السلام. تقدر تصيفط فوكا مشرفين انا من المغرب وارتحيت لك صراحه ومشرفين الشرف لي.
ديما كنهضروا ولكن عمرنا تلاقينا. هي بصراحه ارتحيت لك بزاف غير من الهضره، وانا متاكده الا تلاقيت معاك غنزيد نرتاح ليك اكثر. شنو بالك؟ بصح حتى انت بغيتي امتى نتلاقى؟ انا ماشي مشكله، السيمانه عندي خاويه ولكن السيمانه الجايه نقدر نخدم، ما عرفتش. ايوا صافي سيدي، اش غدير؟ نتلاقاو هاد اليومين وعزمت النهار اللي بغيتي، غير قولها لي وانا معاك. صافي يلا، مرحبا على الراس والعين. المهم انا غندير نوض نطيب شي حاجه، من بعد نجي نخلي لك ميساج. يلا بسلامه شعيب، الله يسهل عليك. هالدري هذا شحال ظريف، بغا غير النهار اللي امتى نتلاقى معاه. لا ما يمكنش، انت هو السيد اللي شفتي يساكي ديك الخطره مع الدراري اللي شفروني. اختي انا، واش انا كنت نتمنى شحال هادي نتلاقى معك. سبحان الله العظيم، شدني شحال صغيره، احنا تلاقينا بسبب التطبيق. واش انا راه فرحان حيت تلاقيت معاك، وكيفاش تعرفي راه انا اللي كنت نهضر معاك التطبيق. سبحان الله العظيم، راه الله حقق لي الحلم باش شفتك. ودابا شنو تشرب؟ سكينة شد الناس بنتي ما جاوش. بابا واش غادي نقول لك؟ الغايب بحال الشمعة، صبر واحد شوية. بنت سولك سكينة، واش هاد الجواج راضية بها بنيتي؟ راه أنت اللي غادي تجوجي ماشي أنا، راه الجواج راه مسؤولية بنيتي، خاصك تعرفي هاد القضية، وداكشي راه كيبقى القرار ديالك أبنتي. اش غادي نقول لك بابا؟ هذاك الانسان انا مرتاحه معاه بزاف، حيت بابا وقف معايا ودار واحد لو جيست اللي زوين ما غاديش يقدر يديرو اي واحد. نهار خداو ليا الساك ضحى بحياته وردو ليا، وزيدو بقيت كندوي معاه في واحد التطبيق شحال وحنا كنهضروا مع بعضياتنا، ولقيت بان هذاك الانسان يستاهلني وانا نستاهل. الله يكمل عليك يا بنتي. امين بابا، هادشي اللي كنتمنى. يا ربي امين. سكينه هالنجا، نوضي يا بنتي حلي اليوم. بلاتي. عدي زيدي. سلام 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 مرحبا سلام 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 مرحبا. شكرا ربي يخليك لهلا يخطيك. ايوا ايوا شك عمرك ما جبتي لي كادو؟ انا صافي ولا كادو كادو كل كادو كادو. انت الوليد ما عمرو جاب لك كادو؟ وليد سالي وليد. مرحبا بكم. مرحبا بكم. مرحبا لاله. مرحبا بك. الله يكبر. مرحبا بك يا ولدي. مرحبا بك. الله يكبر بك. كي داير مع صحتك؟ الحمد لله. الله يبارك. الله على بنيتي غزاله ما شاء الله. بصحه عمي بخير. ها بخير. وكي جاتك زوين؟ الله يلك والله يجينا يامك وليدي. الله يرضي عليك. شوف وليدي راك راه غير معقول. الله يحفظك. راك قصدتي دار، قصدتي دار كبيره. الله يلك هنا المعقول. ايوا راك انت معقوله وليدي، راه انا الف معقول الحمد لله. الله يكمل عليكم وليدي بالخير. الله يلا من برا تتبان دار كبيره هنا صح.